السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الإعلان في فرنسا عن فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بنسبة فاقت 65%. صالون المدونين يؤبن في حلقة نقاشه الأسبوعية الرئيس الموريتاني الأسبق راحل علي والمحمد فهد. ناشطون شباب يطلقون بنواكشوط حملة تحت شعار لكل مواطن كتاب سعيا لغرس ثقافة القراءة في المجتمع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن في فرنسا عن فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بنسبة 65.1% مقابل 34.9% حصلت عليها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين. وقد هنأت لوبين منافسها الفائز إيمانويل ماكرون واعترفت بهزيمتها في الشوط الثاني من الانتخابات. وقال ماكرون في تصريح له إن صفحة جديدة من التاريخ الطويل قد بدأت، فيما قالت ماكرون إنها ستقود حزبها للانتخابات التشريعية القادمة. أعلنت الرئاسة النيجيرية عن تحريرها أزيد من 80 فتاة من قبضة جماعة بوكو حرام مقابل إطلاق السلطات النيجيرية سراح معتقلين لديها كانت تشتبه في علاقتهم بالجماعة. وكانت جماعة بوكو حرام قد اختطفت عام 2014 276 فتاة بولاية بورنو الواقعة شمالي شرقي البلاد. المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. الرئاسة النيجيرية تعلن عن تحرير أزيد من 80 فتاة نيجيرية من ضمن 276 كنا قد اختطفنا قبل 3 سنوات من طرف جماعة بوكو حرام. وقالت الرئاسة النيجيرية عبر صفحتها الرسمية على تويتر إن تحرير الفتيات تم بناء على اتفاق مع جماعة بوكو حرام يقضي بإطلاق سراح سلطات نيجيرية معتقلين لديها كانت تشتبه في عضويتهم بالجماعة. وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت أكتوبر الماضي عن تحرير 21 فتاة من تلميذات ثانوية شيبوك المختطفات عام 2014 والبالغ عددهن 276 فتاة. وقد خرج ذوو وأهل الفتيات المختطفات مؤخرا في الذكرى 3 على اختطافهن، حيث دعوا الرئيس محمد بوخاري للوفاء بالتعهدات التي التزم بتحقيقها. الرئيس النيجيري الذي توارى عن الأنظار لأزيد من 2 أسبوع وتجدد الحديث بشأن تدهور حالته الصحية التقى الفتيات المحررات من قبضة بوكو حرام وجدد التعهد بالعمل من أجل تحرير الفتيات المتبقيات لديها. وكانت مصادر أمنية نيجيرية قد أعلنت مؤخرا عن إصابة عدد من قادة جماعة بوكو حرام من بينهم زعيمها أبو بكر شيكاو خلال غارات جوية للجيش النيجيري على مقاتلين تابعين للجماعة شمال شرقي البلاد. وقد أعلن شيكاو في شريط فيديو قبل أيام عدم صحة ذلك، وقال إنه لم يصب ولا أي من مقاتلي جماعته من طرف الجيش النيجيري. وكانت نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق عن طردها جماعة بوكو حرام من التراب النيجيري وبتحديد من غابة ساميسا التي تشكل معقلا لها. خصص صالون المدونين الموريتانيين في حلقة نقاشه هذا الأسبوع لتأبين الرئيس الموريتاني الأسبق علي والمحمد فهد. وشارك في حلقة النقاش بعض من عملوا مع الراحل في الحكومة الانتقالية خلال الفترة ما بين 2005 و2007. ما يمكنني أن أشهد به وقد أدريت بهذه الشهادة قبل عدة سنوات أي مع بعيد انقضاء المرحلة الانتقالية، قلت أنني أقدر فيه رجل الدولة، رجل الدولة الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار والذي له صدر رحب يمكنه من الاستماع لكل الآراء ومن العدول عن رأيه إذا أتي برأي أو يحتسب أنه أكثر صوابا منه. وهذه نادرة في حكام موريتانيا، سواء تعلق الأمر بمن قضوا نحبهم منهم أو بمن لا زالوا أحياء، وخصوصا بمن لا زالوا في مقايد الحكم، إذ الرأي
لا مجال له بل هي قرارات فردية. هذا ما عجبني فيه. قطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نشاطاته التي كانت مقررة في الداخل الموريتاني للتحسيس بشأن موقفه من الاستفتاء الشعبي المرتقب بسبب رحيل الرئيس الموريتاني الأسبق علي والمحمد فال. ويصف المنتدى التعديلات الدستورية المرتقبة بغير الجوهرية ويقول إنها لا تمس أولويات واهتمامات المواطن الموريتاني. المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقطع نشاطاته في ولايات الشرق الموريتانية والخاصة بموقفه من الاستفتاء الشعبي المرتقب منتصف شهر يوليو القادم. فقد ألقى رحيل الرئيس الموريتاني الأسبق علي والمحمد فال رفيق قادة المنتدى في موقفهم ونضالهم ضد سياسة النظام الحالي بظلاله على الحملة التحسيسية فانتهت قبل وقتها المحدد. ننعي باسمكم ولكم فقيد الأمة الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الرئيس السابق علي محمد فال. ولا نقول في هذا الموقف إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا الحدث جعلنا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نقرر العدول عن برنامج الزيارات الذي كان مقررا. وقبل قطع المنتدى نشاطاته من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقية كان قد نظم مهرجانا بمقاطعة تنبدغة أكد خلاله رفضه للتعديلات الدستورية معتبرا إياها لا تشكل أولوية للمواطن الموريتاني. به اللي مسؤول فيه ياسر أحوج له الموريتان في ميهتهم وفي شرابهم وفي صحتهم في تعليمهم في خدماتهم في معاشهم. ياه الموريتان قولوا له لعبد العزيز والجماعة اللي معاه اللي حاكمة موريتان عن اهل موريتان اليوم عندهم أولويات أخرى، يختاروا ذي الأسعار تقل والبطالة تنتقص والتعليم يصلح والما يجبر، يختاروا اهل موريتان ذا عن استفتاء تنزقل فيه فضلة موريتان. وتأتي حملة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ضد التعديلات الدستورية بعد أزيد من أسبوعين على إعلان الحكومة الموريتانية منتصف شهر يوليو موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن بدء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي منتصف شهر مايو الجاري. وتثير التعديلات الدستورية جدلا في الوسطين السياسي والقانوني في موريتانيا، وقد شهد الجدل تزايدا بعد تصويت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضد التعديل المقترح. أعلن في نواكشوط عن انطلاق حملة لكل مواطن كتاب، وقد جاب بعض الشباب الناشطين في الحملة الشوارع الرئيسية بالعاصمة حيث وزعوا منشورات تدعو للتفاعل مع الحملة والانخراط فيها. وتهدف الحملة وفق المشرفين عليها إلى إشاعة ثقافة القراءة وترسيخها لدى المواطن الموريتاني. اليوم نحن هون من أجل انطلاق هو اسمه حملة من كل مواطن كتاب نسختها الواقعية، بعد أن فتنا الأسابيع الفايتين كنا ناشطين لا للعالم الافتراضي، وهي اللي هي مكتب من كل مواطن كتاب من أجل إنشاء مكتبة وطنية ليتعود هي اللبنة الأولى إن شاء الله في إنشاء مركز ثقافي وطني. النياس نحن إن شاء الله نتمنى ويعود خالق إن شاء الله. ابتداء من الاثنين سنقوم بإن شاء الله إرسال فرق للمقاطعات للتحسيس بهذه الحملة بشكل أوسع. نذكر عن منذ انطلاق الحملة على العالم الافتراضي فتنا حصلنا دائرة 2000 كتاب، وإن شاء الله العدد لا ينزاد في قادم الأيام إن شاء الله. للشأن الفلسطيني، حيث مثل انتخاب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيسا جديدا لمكتبها السياسي مثل حدثا تجاوز صداه اهتمام الصحافة الفلسطينية إلى الإعلام العبري والدولي وسط ترحيب من الفصائل الفلسطينية التي أبدت تشوقها إلى أداء سياسي بحجم التحديات الراهنة. نتابع.
انتخاب الأخ أبو العبد الإسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحق. أبو الوليد خالد عبد الرحيم إسماعيل مشعل معلنا انتخاب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية حماس أبا العبد إسماعيل عبد السلام أحمد هنية رئيسا على المكتب السياسي في الانتخابات الداخلية للحركة بعد 20 عاما من تولي أبو الوليد المنصب دون الإعلان رسميا عن الوظيفة أو المهمة التي سيكلف بها. انتقال شيعته وسائل الإعلام الاجتماعي مثقلة صفحات تفاعلها بالاهتمام والمتابعة مسترسلة من حيث توقف نقل الصحافة. 6 مايو/2017 يوم تاريخي بإجماع لا يكاد ينخرم اتفاقه في حدود تسجيل الحالة الانتقالية شكليا على الأقل. تجربة تنادى بعض المدونين ومن حولهم من المغردة إلى نقلها إلى عموم البيت الداخلي الفصائلي عبر فضاء تغريد واسمه الجامع هنية رئيسا، حيث ارتفعت أسهم المشاركة محلة الهاشتاغ الموحد مقام ترند العالمي باعتباره حدث النقاش وحديث التداول. تحديات حركة حماس السياسية ودورها المستقبلي على خريطة التأثير بين المؤمل والغيب وحضور القضية الفلسطينية في قابل برنامج أدائها العملي، نقاط حوار وبساط نقاش أطت له صفحات الفضاء الافتراضي بمثل ما فاضت به كأس التعاطي الإعلامي خلال تغطية المشهد الانتخابي ومواكبة رجع صداه. التجربة التي انتقلت عدوى استكناهها إلى الإعلام الاجتماعي كانت لحظة تبلورها مادة اهتمام تعاورتها وسائل إعلام العدو الكاشح قبل الولي الحميم والشقيق الخصم. فعلى حين رحبت بها حركة فتح رافعة سقف احتمالها الدبلوماسي إلى درجة الترحيب بانتقال مركز صناعة القرار السياسي من الدوحة إلى غزة، أفردت القناة العبرية الثانية صفحة تغطية لحدث فوز هنية معتبرة أن مهمة الرجل الآن هي تسويق حركة حماس وفتح أفق علاقات جديدة في المنطقة وفق تعبيرها، بينما وضعت القناة السابعة الصهيونية لتغطيتها الخاصة عنوانا عريضا هو مشعل أنا جندي تحت إمرة إسماعيل هنية لحاجة في نفسها ربما. تحت سقف البيت العائلي الفلسطيني مجددا عززت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية ترحيب حركة فتح وأملها في أن يشهد عهد هنية إنهاء حالة الانقسام بإعراب الأولى عن أملها أن ينجح رئيس المكتب السياسي الجديد في الحفاظ على المهمات والأحمال الصعبة، واعتبار الثانية فوز المنتخب دليلا على قوة الديمقراطية التي تتمتع بها حركة حماس بما يشكل رافعة للحركة. كما أدلت الجبهة الشعبية بدلو تصريحها بشأن الانتخاب مؤملة أن ينجح إسماعيل هنية في مهامه وأن ينعكس رصيد كارزميته الشخصية على أدائه السياسي في موقعه الحركي الجديد. لهنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الإعلان في فرنسا عن فوز مرشح الوسط مانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بنسبة فاقت 65%. صالون المدونين يؤبن في حلقة نقاشه الأسبوعية الرئيس الموريتاني الأسبق راحل علي المحمد فاد. ناشطون شباب يطلقون بنواكشوط حملة تحت شعار لكل مواطن كتاب سعيا لغرس ثقافة القراءة في المجتمع. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع تداعيات وتأثير انتخاب مانويل ماكرون على العلاقات الفرنسية الإفريقية. 9:00 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.